بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الحمد لله على هذا الفوز المستحق، لأنه قدرنا اليوم على الأقل أن نحقق فوز كان بالأداء وبالنتيجة. بطبيعة كان يمكن يكون سكور أن بو بلي لارج على هذا، مي حنا سي كونتون دو بو. الفريق كان ممكن كان عنده عدم ثقة نوعا ما. اليوم شفنا النجم الساحلي قدر يتمسك مليح في الكرة، كانت عندنا اون بوسيسيون دو بال تريز امبورتونت. حاولنا في بعض الأحيان أن نلعب على يعني على الاطراف وين قدرنا نوصل كم من مره للمرمى. في الحقيقه الشوط الثاني يمكن كان بعد تسجيلنا الهدف الثاني كانت العقول تاع اللاعبين في المباراه التاليه مع بنزرت، وحاولنا نسير الشوط الثاني يعني تقريبا بدون اصابات بدون مجهود مضاعف على الاقل باه ندخلوا مباراه بنزرت 100% ان شاء الله. نظن يعني يعطيهم الصحه اللعبيه، كانوا يعني متألقين راضي يعني بحد إلى حد بعيد، يعني كانوا متألقين فوق أرضية الميدان ما تقلقوش. شفنا كرة تمشي يمين يسار تخرج الكرة من وسط الميدان بسرعة، قدرنا نخلق فرص أمام المرمى. كانت يمكن بكرة العمري يكون النتيجة 3-0، لكن هذا هو بصعوبة يعني تقريبا البلوك بالي كان لعب به الملعب الجامسي، يعني صعيب أنك تلقى حلول وتلقى مساحات وراء المدافعين، لكن الحمد لله نظن الفوز راجع للاعبين يعني بعد الله سبحانه وتعالى، ونظن يستاهلوا انه اليوم في لقاء مثل هذا امام هذا الجمهور اللي كان يعني دائما ورا الفريق. الحمد لله، نعطيهم الصحه الاولاد.